ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم إن شاء الله بحل صفحة 18 من كتاب الفرنسية. إذا سنبدأ على بركة الله. فقط يا أمهات وتلاميذ قبل أن نبدأ في الفيديو اشتركوا في القناة، هكذا باش يوصلكم يعني حلول جميع هذا الكتاب ويخرجوا لكم يعني في التليفون تاعكم. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. جولي اي جيكري، يعني جولي يعني أقرأ، اي جيكري يعني أكتب، أقرأ وأكتب. لي أوت فوا يعني أقرأ بصوت مرتفع. هنا عندنا هاد الديسان، هادي لي، هادي أميغا. جو مابيل أميغا، جو سوي لا فوازين دو لينا، نوز هابيتون دون ليموبل بلون. جو مابيل أميغا، أنا اسمي أميغا. جو سوي لا فوازين دو لينا، أنا جارة لينا. Nous habitons dans l'immeuble blanc. نحن نسكن في العمارة البيضاء. إذا قرينا في الدرس اللي فات ليموبل هي العمارة. ليموبل بلون. هنا واش عندنا؟ هنا عندنا هاد لو طابلو، هاد لو طابلو راح يبينوا لكم فيه المؤنث والمذكر. يعني يا أمهات كي تقريو ولادكم يعني دوك نشوفوا المؤشرات تاع المؤنث ونشوفوا المؤشرات تاع المذكر. كيف احنا نعرفوا بلي لو نو ماسكولان، كيف نعرفوا حنايا الاسم بلي راهو في المذكر؟ كي يكون يبدا اما باللو ولا بالان نعرفوا بلي هذا الاسم راهو في المذكر. كاين مؤشر اخر، لاحظوا بلي هنا ما كانش الاو، يعني الاسم اللي يجي في المذكر لو نو ماسكولان يبدا اما باللو اما بالان، كيما لو فوازان، كيما ان امي. ان امي لو فوازان جاري، ان امي صديقي. لو نون فيمينان، لو نون فيمينان يا امهات كي تفهموا ولادكم لو نون فيمينان ديما يبدا باللا ولا بالاون. واش ثاني فيه؟ هم دايرينه لنا هنا بلون احمر، يعني الاسم المؤنث ديما نلقاو فيه في الاخر واش نلقاو؟ نلقاو الاو. اذا تلاحظوا بلي هنا كاينه او وهنا كاينه او. لا فوازين جارتي، اون امي صديقتي. فحت عرفتها بلي في المؤنث لانه تبدا بالان وهذه تبدا باللا، ايضا فيها الاو. نروحو ليكزيرسيس 1. غولي لي نو كوم دون ليكزامبل، يعني اربط بسهم كيما في المثال. هنا في المثال ربطين لو كوزان مع لا كوزين. لو كوزان هو ولد العم، لا كوزين هي ابنه العم. اللي بعدها لو فوازان، لو فوازان هي الجاره، عفوا لو فوازان هو الجار. لو فوازان نربطوها مع لا فوازين، معناها جارتي. لا فوازين جارتي. لو كوبان مع لا كوبين، اذا نربطو هادو تاني مع بعضاهم. ايضا تلاحظوا بلي يشبهوا لبعضاهم. لو كاماراد نربطها مع لا كاماراد. واش نلاحظوا هنا؟ لاحظوا بلي هادو في ثلاثة عندهم الاو. هادي لو كاماراد ديجا عندها الاو، ما نقدرش انا نحط الاو وحدها او وحده خلاف. اذا هنا ما نحطش فقط الاو لاني في الاصل عندي هنا الاو. لو كاماراد تبقى كيما راهي، فقط لو ترجع لا. هادي قادرين يمدوها في الامتحان يا امهات، هادي ديروها كملاحظه لولادكم. لو كاماراد كي يمدوها لهم يكتبوها كيما راهي، فقط يبدلوا لها لو. لو ترجع لا، يعني هادي قادرة تطيح كتمرين يعني في كسؤال يعني في الامتحان. لو كاماراد ترجع لكاماراد، ما زيد لهاش الاو. دوزيام ليكزيرسيس كومبليت لو ديالوغ بار، اكمل الحوار ب كليونت مارشون فوازين فوازان. كليونت هي فوازين فوازان. كليونت هي المشتريه، مارشون هو البائع، فوازين هي الجاره، فوازان هو الجار. نبداو نقرا مع بعضنا لو ديالوغ. لينا سي مسيو سليماني لو دو ليغوم. لينا واش قالت؟ قالت انه سيد سليماني لو دو ليغوم، يعني هنا لو الخضر. اذا واش نحطو هنا؟ لو مارشون يعني بائع الخضر. لو مارشون دو ليغوم. سيتان فوازان، انه جار. سيتان فوازان يعني هذه الاولى وهذه الثانية. سي ان فوازان، انه جار. ماجيد سي مدام عمران لا فوازين، نو لا كليونت، باردون. هنا نحطو لا كليونت.
La cliente, c'est une voisine. C'est une voisine. Majid واش قال؟ قال إنها السيدة عمران. La cliente يعني اللي تروح المشترية الزبونة. La cliente, c'est une voisine. إنها الجارة. نعود ونقرأ لو ديالوغ. لينا سي ميسيو سليماني لو مارشون دو لوغوم. C'est un voisin. Majid, c'est Madame Amran. La cliente, c'est une voisine. إذا نكملوا يا أمهات ويا تلاميذ. Son et lettre. 1. Lis vite, puis recopie les mots. يعني اقرأ بسرعة ثم انقل الكلمات. نقرأ مع بعضنا. Toi et moi, c'est nous. Toi et toi, c'est vous. Faites moins de bruit. Vous êtes dans une bibliothèque. C'est toi qui joues un violon. Bravo. نشرح حالكم يا أمهات باش تقدروا يعني تفهموا أولادكم. Toi et moi. Toi يعني هو. Moi يعني أنا. نعاود. Toi هو. Moi أنا. كي نعود هو وأنا. وش نشكلوا نشكلوا؟ الضمير نحن. سينو نحن. سينو نحن. Toi et toi. أنت وأنت. C'est vous. يوليو أنتم. وش معناها يا أمهات ويا تلاميذ؟ يا أمهات في اللغة الفرنسية ما كانش حاجة اسمها زوج. في الفرنسية ما كانش حاجة اسمها زوج. في الفرنسية إما كاين المفرد إما كاين الجمع. يعني هذه كملاحظة يعني دقيقة. في الفرنسية ما كانش زوج. في الفرنسية كي يكونوا كاينين زوج نعتبروهم جماعة. هنا كيما هنا toi et moi. أنت ونحن وأنت وأنا. نعتبروها في الفرنسية الضمير نو نحن. toi et toi. أنت وأنت. نعتبروها أنتم. c'est vous. faites moins de bruit. ما ديروش يعني الضجيج. ديروا ضجيج قليل. vous êtes dans une bibliothèque. أنتم في المكتبة. قال لهم هنا ديروا ضجيج قليل لأنكم في المكتبة. يعني المكتبة اللي نقرأ فيها يعني الكتب. c'est toi qui joue du violon. C'est toi qui joues du violon. هل أنت من تلعب الفيولون الكمانجا؟ قال له برافو. قال له برافو يعني أحسنت. أيضا يا أمهات في هذا الجزء يعني في الدرس وش لازم تنعتوا لولادكم؟ لازم تنعتوا لولادكم هادو اللي بالأحمر. هادوك فاه ينطقوهم. يعني ندايرين هادو في أربعة بالأحمر. هادو اللي بالاحمر ومدايرين هذه بالاخضر ومدايرين هذه بالازرق. وش معناها؟ شوفوا يا امهات هذه وا. هذه ننطقوها وا طوا موا طوا طوا. هذه يعني يا امهات نعتوها لولادكم. كي تجي الاو وحدها الاي ننطقوها وا. نوليو لهذه. هذه ننطقوها وا وان او اي ان موان. ننطقوها هذه وان الاو والاي والان. وهنا الاي والاو شغل مقلوبه. شغل هنا او اي هنا مدوها لهم اي او. هنا مقلوبه. هنا ننطقوها ايو. هي ايو وليقوها يو. كيما نقراو يعني الكلمه هذه ان بيبليوتيك. يوتيك بيبليوتيك بيبليوتيك يعني ننطقوها ايو. كيما هنايا فيولون فيولون الكمانجا فيولون فيولون يعني ننطقوها ايون فيولون. هادو يعني باش يعني ولادكم يتعلموا لا ليكتور يعني يتعلموا القراءه. نرجعوا يا امهات للدوزيام يعني اكزرسيس. وي ريكوبي لو بويم سوليني اون فير. هادي او اس تي يعني اللي جايه بالفير اون روج. اي هادي الاي يا امهات معناها هو. واي الاولاد سي لوكسيليير اتر يعني خلينا نقولوا اي لو ال اي يعني تاع لوكسيليير اتر يعني. وهادي الثانيه معناها هو. نقراو الشعر مع بعضنا. لو بويم هو الشعر. اذا قال لي اقرا ثم انقل هذا الشعر ثم سوليني. سوليني يعني سطر. اون فيغ بالاخضر اي اون روج اي. قلنا الاولى سي لوكسيليير اتر والثانيه معناها هو. نقراو لو بوام مع بعضنا. نقراو الشعر هذا مع بعضنا.
La petite graine. البذرة الصغيرة. Une graine voyageait. يعني بذرة سافرت. Toute seule pour voir le pays. يعني وحدها اللي لبهت يعني تشوف الأوطان. Pour voir le pays. Elle s'est installée sur l'arbre. يعني قعدت يعني في العشب. قعدت في العشب. Auprès d'une fontaine. يعني قريبة من الماء. يعني قريبة من la fontaine. Et s'est endormie. Et s'est endormie pendant qu'elle revue. يعني كيما رقدت ثم رقدت اثناء الحلم تاعها حلمت الي ديفوني برندي يعني حلمت بلي راهي ولات جدع شجره الى برندي اغروندي يعني وهذاك جدع الشجره زاد كبار بوي سي كوفيرت دو بورجيون يعني ثم حلمت روحها بلي ولات جدع شجره وهذاك الجدع شجره كبار ومن بعد كي كبار داروا فيه لي بورج يعني البراعم دو بورجون يعني البراعم داروا فيه البراعم الوغ وين راحت الاي هنا نبداو بالاي تاع لوكسيليير اتر الوغ وين راحت اذا هذه اي الاولى هذه تاع لوكسيليير اتر الوغ وهذه ثاني لوكسيليير اتر هذه اوسي لوكسيليير اتر واش ثاني هذه لوكسيليير اتر الوغ هادو هما سي سا نرجعوا دركا الاي اون روج اللي معناها وا الوغ هادي الاولى اي هادي الثانيه الوغ هادو هما الوغ عندي هادو لي 4 وعندي هادو لي 2 الوغ سي سا هنا عندنا ديكتي هنا ديكتي معناها املاء نوتري مابل اي بلون يعني عمارتنا بيضاء لو بالكون اي بلو الشرفات بالازرق سي بو إنه جميل هذا يعني يديروه يا أمهات يديروه ولادكم إملاء نوتخي مابل إي بلون لو بالكون إي بلو سي بو هذا حاولوا ديروه إملاء يعني لولادكم في المنزل هكذا أون كابش يديروه في الكلاسة يكونوا يعني حاضرين وهكذا نكونوا يا أمهات ويا تلاميذ خلصنا حل صفحة 18 من كتاب بالفرنسية سنة رابعة ابتدائي الجيل الثاني قوموا فقط بالاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع حلول هذا الكتاب بإذن الله تعالى وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.